بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق نبيه الكريم نبي الرحمة محمد. ارحمنا بمحمد وآل بيته. القضية المتعلقة بالآية المباركة اختصارا، أكو قرية بين الحجاز واليمن تسمى نجران، يدينون بالمسيحية. لما وصلتهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله يدعوهم إلى الإسلام، يقول المؤرخ ذعروا قرية والإسلام بدأ يأخذ مساحة الجغرافية. فلما عرضوا الرسالة على كبيرهم، كبير العلماء يعرف بأبي الحارث، اقتضى رأيهم أهل الرأي والمشورة، أهل الحل والعقد، أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وآله بمجموعة من الأسئلة اللي اعتقدوا بأنه سيعجز عنها. فإذا عجز أمام أصحابه وأمام أتباعه انتهت القضية. اجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، دخلوا المسجد، موقف يعني في غاية الإنسانية من النبي صلى الله عليه وآله. دخلوا لباسهم فيه من الذهب. لما أذن المؤذن المسلمون توجهوا ناحية الكعبة، هم توجهوا إلى بيت المقدس. احتج بعض المسلمين لابسين ذهب، الذهب محرم على الرجال، يصلون إلى القدس. قال لهم النبي دعوهم، إذا ألزمتنا حجتهم نصلي لقبلتهم، وإن ألزمتهم حجتنا يصلون إلى قبلتنا. كل مقتضى القاعدة لا إكراها في الدين. أنت إذا عقيدة ومقتنع بها، أنا عقيدتي في عشرة المحرم هذا السواد ما يفارقنا، ما أتمنا موشحة أولادنا شوارعنا، تجي تتحرش بي ليش أنت يا مولانا؟ خلني في ديني في عقيدتي. عندك فكر اطرح الفكر، والفكر ليس بغير فكر يقرع. أما تهرج وتضحك الناس على حسب اصطلاحك أنت، المشكلة ماكو واحد يلوي إيدهم. وإلا عقيدة يا مولاي، احترام العقيدة واحترام الأديان هذا أساس التعايش يا مولاي في كل مكان. فعلي اتحار. لما النبي صلى الله عليه وآله أجاب على جميع الأسئلة، كلهم علماء هم اللي إجوا من نجران، اقتنعوا من الداخل ترى هذا هو نبي حقيقي، يعني على صح كل إجاباته صحيحة. لكن أخذهم اللجاج، أكل بعض خصوصا اللي يغتر بنفسه، اللي ماكو مثلي أنا في هالتخصص، ماكو مثلي حتى لو على خطأ ما يقبل، كناس من هالصنف. فلما النبي صلى الله عليه وآله شافهم غير مقتنعين دعاهم إلى المباهلة، استمهلوه ليلة للمشاورة. في مشورتهم هذا أبو الحارث التفت لهم قال شوفوا، إن جاءكم النبي بالصفوة من أهل بيته لا يكون تباهلون، أما إن جاءكم بالأوباش جمع الخدم والحاشية وجابهم فباهلوه. مقتضى القاعدة العذاب ينزل فوري. فأكو واحد يخاطر بأقرب الناس إلى قلبه يجيبهم إلى العذاب، ماكو يعني إلى الموت. يسألون النبي صلى الله عليه وآله
ماذا لو باهلوك؟ قال والذي بعثني بالحق نبيا لمسخوا قردة وخنازير. اجى على الموعد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا يمشي إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي يديه الحسن والحسين، ومن خلفهم تمشي امرأة في غاية الحشمة ترفل في أذيالها فاطمة بنت نبينا محمد. أقيم نصب إلى النبي ساتر أو غطاء، أدخل أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، وأدخل منكبه الأيسر ورفع يده اليمنى كما وجث على ركبتيه كما تجث الأنبياء للمباهلة. هذا أبو الحارث جاي يركض، يا محمد لا تباهلنا، نصالحك بما تريد أنت، شو تريد نصالحك؟ يسألون العلماء قالوا وش هالموقف؟ أبنت عن ضعفنا الآن؟ أنت اللي تنازل. قال ويحكم، إني رأيت وجوها لو باهل بهم محمد ربه على أن يزيل جبلا من الأرض لأزاله. صلوا على محمد. اللي نستفيد أيها الأحبة من هذه الآية والحادثة المرتبطة بها عدة أمور. الأمر الأول، قيمة كل أمة بجهالها أم بعلمائها؟ أكيد بعلمائها، مو بس علماء الدين، لا لا، كل المجالات. الأمة متى ما أعطت للعلماء أهمية وللرموز قيمة هي تكون قوية الأمة. احنا شوفنا اليوم، نسأل سؤال يعني وجوابه واضح للأسف، بعد ما يحتاج إلى بحث ولا تقصي. اليوم احنا النتاج الفكري من مؤلفات ومن كتب كم عندنا اليوم؟ احنا نتكلم عن انفسنا، والله يعد على اصابع اليد، ان وجد يعني يعد على اصابع اليد. الامم يا مولاي بالعلماء تفتخر وتتطور من خلالها القوه، من خلالهم علماء الدين احدهم، علماء الدين الفقهاء المرجعيه هم حفظة الدين، هم نواب الامام. للاسف حمله شعواء، هذا الفقيه ما أدري ليش يقول هذه الفتية، هذا الفقيه تدري ليش؟ أسهل شيء تنتقد فيه هو الدين ترى، لأن ما حد بحاسبك ولا أكو عقاب، بعد ما أكو أحد يعاقبك. أنت متى ما أفرغت الأمة من دينها هالأمة ما لها قيمة، والدين من خلال هؤلاء. أكو مجتمعنا أيها الأحبة للأسف أكو فيه حركات إلحادية موجودة، أكو فيه حركات منحرفة، أفكار منحرفة موجودة، كل همها أن تضرب الدين يا مولانا، كل همها أن تضرب الدين. ولذلك تشوفه يشكك في كل شاردة وكل واردة، يشكك في كل شيء. هو مو من أجل أن يحصل على الإجابة، بعض الإجابات موجودة، أهل التخصص موجودين، مو قلنا والفكر بغير فكر لا يقرع الفكر يا مولانا. فهذه النقطة الأولى أيها الأحبة.